السلام عليكم ورحمة الله. نكمل وياكم الجزء الثالث من محاضراتنا ضمن CFD ضمن المثال التطبيقي لـ Simulation of Flow Open Channel Flow with Hydraulic Structure. إن شاء الله بقى الجزء الأخير اللي هو الريزلت، أما تدعى بالريزلت أو CFD Boost، تدعى بالريزلت أو CFD Boost اللي خاصة بالإنسس طبعا. هذا اللي يرزق. احنا اللي عندنا راح يكون هو عبارة عن القناة المائية الواضحة قبالكم، وايضا عندنا الهيدروليك ستراكشر اللي يعني عندي اللي هو السنون الحجرية او باللغة العربية او باللغة الانجليزية اللي هو الجروينز او السبير دايك، سدود الخازفة او سنون الحجرية. فحاليا انا عندي، اذا تذكرون بمحاضرات سابقة نبهتكم على موضوع بالماشينج عند تقسيم البوندري، قلت لكم انه تاخذون البيد واحد، الانليت واحد، السايد قسموه ليفت ورايت، وايضا الاوتليت. هذا يفيدنا هنا بالعرب، يعني انت بعد كطالب باحث فعندك وجهة نظر، انت بعد تشوف طريقة عرضك للنتائج اللي توالم مع عملك. فمثلا انا هنا عندي هذا الستركتشر خليته باللون الاسود، القاعده خليتها باللون الابيض، حسبت حساب بعدين بالطباعه. فالجريان راح يكون باتجاه اكس اكسس من هاي الاتجاه، فهذا بالاتجاه الثلاثي. اقدر اقول يابا هذا الالت عندي، هذا الالت عندي، وهذا يكون عندي اللي هو الاوتلت. اما الليفت والرايت بيش يفيدني؟ مثلا انا ما اريد الرايت، اريد الليفت، يعني مثلا الاوتلت ما اريده، مثلا ممكن يكون عندي بهالصيغه طريقه العرض. العروض اللي عندي هي عباره عن متغيره اساسيات، اللي هي متغيرات اساسيه. نرجع هنا طبعا قبل الريزلت، انا سويت في الشكل هنا، قسمت يعني هذا مثلا المنشا مالتي لوكيشن اوف جروين، قسمت المنطقه اللي عندي اللي هي هاي الى اقسام سكشنات. اخذت قبل المنشأ الهيدروليكي مسافة نصف متر، بعدين اخذت عند المنشأ قللت المسافة واخذت مسافة ربع متر، وايضا بعدين وصلت مرحلة زيدت المسافة. ليش؟ لان اعرف اني يعني انت كمهندس كباحث تعرف التغير راح يكون بالمسافة الاولية بالداون ستريم، بعدين راح يبدي يرجع يستقر الجريان، يرجع الى اساسه، وهذا راح نشوفه بالريزلت. بصورة عامة الريزلت طبعا عندي انا الريزلت، قلنا انه عرضنا احنا الكنتورز الفيلوسيتي بصورة عامة، عندي الفيلوسيتي وعندي ايضا الشير ستريس. طريقة العرض راح تكون عندنا اكثر من طريقة طبعا، اللي هي الاولى راح يكون عندي كنتورز هنا بالسيرفس، هذا كنتورز بالسيرفس، عندي كروس سكشن. الكروس سكشن اللي اخذتهن هنا اللي 9 مقاطع هي هاي، انه حددتهن انا خلال هالمسافه اخذت كروس سكشن الهن، بالاضافه الى انه اخذت ستريم لاين، يعني هو نفس السيرفس مال الفلو لكن انه عباره عن ستريم لاين. ايضا اخذت الفكتورز، وايضا اخذت قلنا انه عندي بالقاع او بالبيد شانل القرب هو الشير ستريس، اخذت بطريقتين، عباره كنتور بالاضافه الى اخذت بطريقه الستريم لاين ايضا، حتى يبين عندي الفورتكس دي يكون قريب من الجدار، قريب جدا او ملاصق للجدار، حتى اعرف الموقع مال الحفر وين راح يكون اللي هو السكورينج. بالاضافه الى ذلك انا عندي هذا المتغير ايضا، لان الريزلت تعرفون انتم يعني قلنا انه الانسيز انه الريزلت مالته تكون متنوعه ومتعدده، لكن انا هذا اللي خفت اللي يوضح لي العمل مالتي. فنجي نباوع هنا مثلا بالرسم، هذا اللي عندي مثلا هنا، أنا هذا عندي الكنتور اللي هو نقول اللي بالقاع، هذا هو عندي ايضا مثلا هذا اللي عندي، طبعا الفروقات بسيطه. اللي موجود انه هذا اللاين انا جيت سويت ايزوكليب هنا اللي هو اللاينات هذني عرضتهم. شو الفائده من يمن هاي؟ اخذت الداتا مال هذا اللاين، حددت اللاين وعلى مثلا
بدعمك انا رايد هذا انت وهنا انا باعه انه مو بالسطح هو على مسافه من السيرفس يعني خذت مسافه 0.6 من السيرفس طبعا واللي يعرف بالقياسات اكيد انتم كباحثين عندكم علم في حاله الاعماق ضحله بما انه الاعماق الماي عندي ضحله فاخذت على عمق 0.6 لكن في اللي تكون عندي مثلا خلينا نقول جرانات الضخمه القوات الضخمه اللي هو العميقه اللي اكثر من خلينا نقول 0.9 فناخذ على بعد 0.2 و0.8 بالاضافه لاخذ المعدل بعدين لكن انا اخذت على بعد 0.6 هذا اللي دا اظهر لكم اياه انا اذا اخذهم وهذا هذا السيرفس هذا الايزو سيرفس اللي هو السيرفس بصوره عامه اللي يصير عندي هذا السيرفس هذا اللون الازرق هو اقل سرعه اللون الاصفر يكون الاحمر اللي هو الاكثر سرعه هذا سرعه بالاخير هذا هنا جريان يبدي يستقر لكن التغيير حصل هنا هسه راح ارجع ذني انه الغيهم حتى يكون واضح بقيه الاشكال راح يكون عندي هذا البلان الاول هذا البلان الثاني الثالث الرابع خامس السادس السابع فهذا راح يكون المقاطع اللي عندي انتبهوا عليها هذا اللي راح يكون اللي موجودات عندي هذا يسموه الايزو كليب اللي هو اللاين طبعا اللاين اقدر اسويه باي مكان انا احدده بالاخير اللاين يفيدني وين بالاكس واي تشارت لما اريد اخذ الداتا منها اصدرها الى الاكسل فيفيدني هذا اللاين احولها الى ملف اكسل بالإضافة إلى هذني cross sections طبعا هذني cross sections طبعا إحنا قلنا هذني أنا بس دا أعرض اللي آخر محاضرة صارت عرفت النتائج مالتي فقسمت قيمها 3 محاضرات دا أعرض إنه البرنامج بدل إنه أسويها presentation بهالطريقة طلب أحد الأخوين إنه يكون لا عرض داخل البرنامج نفسه فما خش كان أنا عندي محفوظة التحليلات كلها فعلى مود يكون هذا كله واضح عندكم انه شلون دا اتحكم يعني بالبرنامج بالاضافه الى ذلك هذا ستريم لاين مثلا هذا ستريم لاين هذا ستريم لاين خاص مال البيت عندنا ستريم لاين مال السطح تمام وهذا العلاقه اللي هو الاكس واي مال البروفايل طبعا هذا الكلام كله والريزلت راح يكون بشكل تفصيلي ان شاء الله راح اعرض لكم شكل تفصيلي سوى مقاطع صغيره كيف مثلا اخذ اي كيس من اللي عندي وراح ابدي بكل تفاصيله كيف استخرج جميع النتائج لحد ما اصدرها الى ملف الوورد بكل تفاصيلها وعده طرق لعرض النتائج وطبعا انت كباحث انت يعني ممكن تكون كرييتيف مبدع اكثر فلا تاخذ انه راح اعلمكم هاي الطريقه يعني مثلا انا ما اخذت الاشكال مباشره الرزلت لا عدلت بعض الامور شفت انه متوالم لي بالعرض فعدلت بعض الامور عرضتها بالفيسز مالتي فان شاء الله تكون هاي اخر جزء من الاجزاء الثلاث هذا الجزء الثالث اللي خاص بمحاضرات عرض النتائج واللي خاص بهاي التحليل طبعا هذا اللي عرضناه الثلاث اجزاء هو شغل لاي يعني سيميليشن هو هذا محاكاه لاي اوبن شانل فلو والان ستراكشر يعني انا جروين ممكن احط وير راح يبدي راح اشتغل نفس الشغل اي ستراكشر راح اشتغله فهاي الحاله اللي اعرض لكم هي حاله عامه تقدر تحاكي الاوبن شانل فلو والان ستراكشر اتمنى تكون المحاضره استفاديتوا منها لحد الان وان شاء الله المحاضرات اللاحقه راح تكون بشكل تفصيلي اكثر انه كل جزء قلنا الجيومتري مثلا راح نبدي ناخذ كل جزء واحد وايضا الميشنج وايضا بقيه الاجزاء الى عرض النتائج ايضا راح يكون عباره عن مجموعه من المقاطع اتمنى لكم موفقين واتمنى منكم تكونوا استفدتوا من هذه المحاضره كل التوفيق